تظاهرة في مدينة العرائش. العرائش لأنها أصبحت يعني معروفة بالتريثلون أكثر من أي حاجة في عالم الرياضة. لما حسن دابا ندخل مباشرة التقديم ومن بعد عاد نكمل الموضوع. هذا بالنسبة للقيمة لا لا يعني تنظيم تظاهرة جمعية يعني مسؤولة على التنظيم جمعية رياضة العرائش يعني والمنظم رشيد صروخ يعني هو مدير الدورة لهذه السنة ومنير باليرما يعني الإعلامي والخدمات مع الأعدائين في المجال التقني. سلفادور يعني هو المسؤول على الموقع الإعلامي. خوان خوسي هو يعني المسؤول هو المندوب اللي معين من طرف الجامعة الدولية اللي كيعاود السنة طبعا السنة اللي فاز وهاد السنة هو فرصة أخرى تيكون هو المسؤول على قواعد اللعبة في يوم التظاهرة. المساعد ديالو اللي هو سمير بوشكروش اللي هو من مدينة العرائش وعضو في الجمعية تعتبر من أول الحكام في مدينة العرائش اللي هو يعني حكم معترضه من طرف الجامعة جامعة ترياتلون الجامعة الدولية. منير بن يرماق اللي هو مسؤول عن الحكام. عبد النور الرحموني اللي هو الشيخ رئيس ديال يعني الاوفيسياليست ديال الحكام اللي كاينه في الدوره. اعضاء الجمعيه يعني الرئيس سامي الجبالي وحضر معنا نائب الرئيس صروخ رشيد وهذا عصام صروخ اللي هو نائب الرئيس سعد سلام زرول اللي تاهو حضر معنا اللي هو الكاتب العام سيد نعمان اغريب رجل التعليم ونائب الكاتب العام مجيد ابروق اللي هو امين المال سمير بوشطروش اللي هو مستشار سريا لويس اللي هي سيدة مستشارة عبد النور الرحموني اللي هو مستشار وتوفيق هلال كذلك مستشار. هنايا بعض الصور من الشخصيات اللي توافدت علينا خلال السنوات اللي مرت خلال من بداية التظاهرات اللي هو أغلبية يعني حكام يعني مناديب ديال الجامعة الدولية مثلا منزه الدوان رئيسة الجامعة الدولية مثلا مدير خوسي ماريا مدير المؤسسة الإسبانية اللي هو كان عنده دور كبير في بداية استبدال تظاهرة العرايش. وبعد يعني بعد رؤساء الشركات اللي هما دعمونا من البداية وحتى الآن باقي معنا. وفي الاخير البرتو هو صاحب الفكره هذا هو الاسباني اللي صاحب الفكره باش هذا الشيء هذا دخل في العرايش. هادو الحكام اوفيسياليست تكنيكوس هادو هما الحكام طاقم التحكيم اللي كاينه في العرايش. كاين 12 حكم اللي هو عنده اعتراف من الجامعه الدوليه في التحكيم وكيتعد هو المجموعه اللي كاينه في المغرب يعني العرايش يعني مسيطرة على ما هو تقني وما هو تنظيمي في هذه اللعبة هذه. وهذا نفسه هذا الحكام هذه صورة مأخوذة من الرباط اللي كانوا ما عندهم المسؤولية ديال التحكيم. هذو بالنسبة للدول المغرب بلد المنطقة والدول المشاركة لحد الساعة يعني كنا 26 دولة اللي غتكون عندنا يعني الست اللي ماجين.
هادو بعض الارقام ديال المشاركات اللي لحد الساعه مسجلين عندنا، يعني بالنسبه للهواه كاينه 249، يعني العدد ما بين الرجال والنساء. وكاس عرف هاد السنه كاس عرف مشاركه كبيره ديال العدائين الاسبان في فئه الهواه، وارتفاع حتى هو يعني بالنسبه للمغرب، حتى المغاربه كاين ارتفاع في العدد. هذا المدار بصفه عامه، بصفه عامه اللي هو تقريبا نفس المدار سنه الفايزه، وانما كاين تغيير طفيف، والتغيير هو في المدار الجانبي اللي هو 5 كيلومتر. هذا يعني السباحه اللي المسافه ديالها 750 متر كما كتلاحظوا، اللي هي كتعمل في الواد من يعني. هذا بالنسبه للمدار ديال الدراجه، هو الخط الصفر اللي هي 20 كيلومتر، 20 كيلومتر اللي هي فيها 5 دورات زائد واحد نصف دوره، يعني يكمل العدد ديال 20 كيلومتر. هذا هو التغيير وهذا هو الجديد، هو يعني في ساحه التحرير غادي يكون من ساحه التحرير غادي يكون يعني الجاري في شارع حسن الثاني. هذا هو التغيير اللي كاين على السنه الفايزه. هذا هو مدار الجاري. هذا الشكل اللي غتبقى على الساحه في يوم السبت كما كتلاحظوا، ساحه التحرير يعني بالنسبه للترانزيسيون ديال المحترفين ليزيليت، بالنسبه للمنصه فيها تكون، بالنسبه يعني التوزيع، بالنسبه للبروتوكول فيها يكون تسليم الجوائز. هنا كنوضحوا يعني الانطلاقات بالنسبه يعني الهواس من اول انطلاقات الوحده، هي الانطلاقه الاولى، وهذا يعني العلو ديال الماء اللي غادي يكون في البحر. يعني غادي يكون غادي يبدا ابتداء من 11 البحر يعمر، يعني غادي يكون لصالحنا لشي خسرنا حنايا العشيه باش نعملوا هاد. لقينا سنوات فايته كنا نعملوا انطلاقات في الصباح مثلا، احسن الماريه هي اللي كتحكم فينا. اللي كاينه ماشي في افريقيا وانما في حتى في العالم، يعني راه بدا كيعمل بلاصتو، والدليل هو العدد المشاركات بالنسبه للمشاركين الدوليين اللي كنوصلوهم، لان في كل لعبه هو العدد محدود بالنسبه للمحترفين. يعني في جميع اللقاءات اللي هي كتسمى كتصنيف يلحق 70، يعني 70 للرجال و70 للنساء، يعني مركز في 70. هو في العالم كاينه معروف كاينه لقاءات اللي كتسمى شعبيه، يعني كتكون مشاركه كثيره، مشاركه مفتوحه كتكون، كيكون كتسمى يعني رياضه شعبي بوبولار اللي كيشارك فيها اي واحد، وكتكون المشاركه زاد بعض الدول كتلحق حتى 3000 4000 مشارك. بالنسبه للعرايس يعني في هواس، هنا بالنسبه مقارنه في المغرب او شمال افريقيا العالم العربي، يعني اقوى ترياضلون هو العرايش ديال مدينه العرايش اللي هو كيعرف الدوره 13 سنه. بالنسبه لما هو يعني عدد الدول المشاركه والارقام التقنيه، غندوز لكم منير اللي عنده المسؤوليه اللي هو التقني في هذا الارقام. وشكرا. بالنسبه للمشاركه المحليه، هي عمليه بدينا فيها في الحقيقه جديده، لان دابا في الجمعيه راه حنا كاينه كلوب العرائس للترياتلون. يعني الخطوه الاولى يعني هي سجلنا مجموعه اللي هي كتكون 14 عداء محلي اللي هو هاوي، وعندو مشينا معاه في جوج مشاركات وهذه الثالثه، يعني شارك في متسل العرائس في الرباط ومتسل العرائس في مرتين، هذه التمثيليه الثالثه ديالو تحت الاشراف يعني ديال جمعيه الترياتلون. بالنسبه للنهار ديال التظاهره، او حنا بالنسبه لنا كمنظمين يعني هادشي راه كيكلفنا عام، يعني البرنامج
في الجمعه والسبت والكين هنا في زبلينا يعني عام ديال الاشتغال عام وحنا كنشتغلوا على نهار يعني كيبان شي لاخر وانما كيبان هذيك النهار يعني بحال اللي كنعملوا عين نهار وانما هو هو مجهود كبير راه كيقوموا به الاخوان وخصوصا هو يعني شي ما نعرف كبير بزاف راه كاين بزاف الناس كيسحب لهم كيشوفوا الحجم ديال التظاهره كيبان لهم يعني راه شي فريق ما نعرف شنو بشي مؤهله بشي لوجيستيك كبيره بشي حاجه في الاخر كيكتشف كيجمع واحد المجموعه اللي هي بسيطه وصغيره كتسمى لها الحدث كبير في الحجم هذا من ما هو قوانين تنظيميه اللي خاضعه للاتحاد العالمي يعني كاين تساهل بزاف حاجات على حسب الامكانيات لان الهدف من هادشي كامل ديال الجامعه الدوليه هو نشر هاد الرياضه في القارات اللي ما منشوراش فيهم ما كتعرفش اللعبه والعرايش تفاز اصلا تفاز في هاد الاطار هذا يعني في الدوره الخامسه اللي هي تنافس فيها العرايش وكانت دفعه كبيره من رئيسه الجامعه الدوليه هي اللي ساهمت مادام هي اسبانيا بالنسبه يعني بين الحاجات اللي حنايا ما كنقدروش نحققوها نفروها هي هي المراقبه هي المنشطات المراقبه المنشطات اللي هي عن يعني عقاقير او كاينه يعني كاينه دوباج اخر دابا اللي هو بالنسبه للدراجات اللي واحد اللي تسمى الدوباج الالكتروني يعني الميكانيكي والالكتروني اللي هو دراجه كتمشي مجهزه بواحد الموتور هي هي اللي دابا راه دائره معروفه بلا في سباق الدراجات ولا في الترياتلون وهذه صعيب الامكانيات ديال الجمعيه باش قدروا نحققوا هادشي هذا شي مهم ولكن نورمالمون حتى الجامعه الدوليه ماشى معنا خطوه يعني غيجي النهار اللي ما غاديش نسامح معك في هذه يعني